التحدي اللي غنوصل هو في واحد رسالة للشباب المغربي بأنه أي واحد عنده شي فكرة في دماغه آمن بها وتقاتل عليها، هذه هي الأهم، ماشي غير يأمن بها فقط، مي تقاتل عليها باش تخرج لحيز الوجود، راه غادي يوصل لهذا الشيء. دوك الكليب فيه الفكرة ديال طاليس، واحد وليد صغير كانوا في واحد الدوار سميتو دوار تندقديد في زاكورا، عنده أحلام، عنده بزاف الأحلام، عنده بزاف ديال الأهداف باغي يحققهم في حياته، وبقيت مقاتل ليهم بوحدي، ومن بعد جات ليكيب ديال الأموراجي، زاد الأحلام ديالنا والثقة في بعضياتنا زاد كبرات، والآمال ديالنا زادوا كبروا. دونك هذا الكليب هذا فيه واحد شوية ديال الموتيفاسيون للشباب اللي باغيين يحققوا أحلامهم، وفيه لونسمون ديال الكافيتياتر اللي هو واحد الحلم كان عندي من شحال هذه، والحمد لله اليوم ها هو خرج، والناس تنتسناهم يجيو في اقرب فرصه البوزار باذن الله. لا ماشي هي ماشي زعما راه ماشي الفكره باش نولي مغني، هي غير انا كل مره تنجرب واحد البرودوي ارتستيك جديد. جو بونس ملي غتشوف غتبغي تجي تكتشف الكافي تياتر، هذا هو الهدف من هذا لو كليب. يعني ماشي انني نديفلوبي واحد الكارير فنيه، والا نجحت ما تعرف الا نجح وعجبهم صوتي حتى ديالي خايف منها، الصوره راه صافي هضموها ودازت، مي الصوت نتمنى انه يعجبهم باش يشجعوني ندير اعمال واحده اخرى. هاد الخطوه ديال الكليب غنوصل الا نجحات وصدقات، راه غادي تكون ان شاء الله من وراها شي كليب واحد اخر، شي فكره واحده اخرى، شي تصطيه، شي تريكيله، المهم حنا تنجربوا، اللي صدقات غادي نعاودوها ما كاينش مشكل. انا ما غنيت صراحه، انا غير دويت، انا شديت واحد الكلمات مكتوبين بعنايه مركزه وعزلناهم بدقه زعما، وقلتهم مني قلتهم وزادوني شويه ديال اللوتو تيون في التسجيل، عجبني صوتي، تغريت ما نكذبش عليك، والله الا عجبني جاني الغناء ساهل، دونك غدا نقدر نعاود نخرج ديسك واحد اخر. لا لي غابور قباح، لا 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 لا, لا ما نمشيش، ماشي حتى لديك الدار، انا اغلبيتهم صحابي، مي نقدر انا قلت لك ندير طلعه بيناتنا حنا لي زوموريست بهذه القضيه هذه، نبداو نكلاشيو بعضياتنا ونضحكوا بهذا الشيء وكذا، المهم هو النيفو يطلع ونجربوا شي حوايج جديده، حنا الهدف عندنا هو ديما نجيبوا شي حاجه جديده. هذا الكليب جديد عليا انا، جديد على الجمهور اللي موالف متبعني واللي متبع الاعمال ديالي، وداك الشيء علاش نتمنى فريمون يعجبهم. بيناتنا حنا نكلاشي ايوب ايدري، نقولي غادي غادي دي معاك هادي. مني بالينا بانه هاد الشخصيات نجحوا وعندهم يعني واحد عندهم باش يعيشوا، كاين الماتير باش يقدروا يعيشوا، يعني ما غاديش نكونسوميهم في جوج حلقات ولا ثلاثه، قدروا نخرجوا منهم العجب، قلنا علاش لا، جربنا واحد 9 حلقات في رمضان باش نشوفوا كيفاش الناس غير ياجيو مع داكشي، والحمد لله كان واحد النجاح يعني فاق كل التوقعات. اي حلقه حطينا تاع التوندونس واحد 3 ايام 4 ايام تتنزل من المرتبه الاولى في التوندونس، ولكن كتبقى الثانيه الخامسه الرابعه السابعه ديما تتبقى حاضره في التوندونس. كون داز التلفازه تنظن بانه ما يكونش عندها نفس النجاح اللي كاين عندها اليوم، لانه التلفازه بيان سور كتدخل بزاف د المعايير، بزاف د اللعيبات ما خصهمش يتقالوا، بزاف د الجمال، بزاف د المواضيع ما خصكش تهضر عليهم، بزاف ديال الحوايج ما بين لي كوبل ما خصكش تدوي عليهم. دونك فضلنا انه الديجيتال تيسمح لنا باش انا نهضروا مع جمهور كبير ونقولوا اللي بغينا، ونقولوا سورتو داكشي اللي بغاو الناس يسمعوه، لانه الناس يبغوا تهضر على داكشي اللي تيعيشوا يوميا. لا ما كايناش مقارنه ما بين الكوبل، وما يمكنش تكون مقارنه ما بين الكوبل ديال الكبور والشعيبيه وصلاح وفاتي، لانه بعدا انا ما جبتش كونسيبت جديد. هاد صلاح وفاتي هما واحد جوج شخصيات كيف ما قلت اللي كانوا في السيت كوم، عمرني انا ما كنت باغي ندير بهم كونسيبت ديال كوبل، مي نجحوا هادوك جوج شخصيات، تميزوا عند الناس، عجبوهم الناس نجحوا دوك جوج شخصيات وحبوهم، ما بغيتش نحرمهم منهم. انا ما درتش 30 حلقه ولا غادي نكمل بهذا لو كونسيبت حياتي كلها، ولا العام الجاي غنعاود ندير هذا. واحد لو بروجي اللي زوين عجبني، جلسنا ليه الارض، خدمناه، كتبناه، صورناه كيف ما خاصو يتصور بلي كونديسيون، داكشي اللي عندنا واللي قدينا عليه عطيناهم للناس، كونسوموهم، عجبوهم. دابا غندوزو لحاجه واحده اخرى.
ماشي كاين بزاف المواهب ماشي غير باقي ما معروفينش، حيت انا كيف ما قلت لك في الجوله ديال الاموراجي راه درنا كاستينغ في المغرب كامل 26 مدينه درنا فيها كاستينغ، عرفتي شحال ديال المواهب لقينا من المغرب كامل وكلهم غادي يجيو في شهر 8 ان شاء الله لكازا باش يبداو لي برايم اللي هضرنا عليهم اللي غادي لونسي منهم وليدات وحدين اخرين جداد. هادو اللي عزلنا كانوا تيتسناو غير الفرصه، والفرصه هي جات دابا مع الكافي تياتر. دونك اللي واللي عنده شي موهبه من غير هادو اللي عزلنا يجي مرحبا به، راه الباب دائما غادي يبقى مفتوح في البوز. ما قيل ما غاديرش الباب انا للكافي تياتر، خليه محلول اللي بغى يجي يدخل مرحبا به. بزاف ديال الشباب اللي خدامين وتيتقاتلوا باش يديروا سميتهم، زهير زائر مثلا غادي بخطوات ثابته، اسامه رمزي تا هو تنتمنى ليه التوفيق. زعما كاين بزاف ديال الناس اللي مقاتلين باش يديروا السميه ديالهم، وهذا الشيء تيفرحني انا، تيفرحني انهم زعما خاص الناس غير تفهم واحد القضيه، راه ماشي ضروري يكونوا معايا هاد الناس، بالعكس حنا راه على اتصال دائم، عندهم شي جديد تيصيفطوا ليا، عندنا شي جديد تنصيفطوا ليهم، دونك كلشي بخير. الهدف ديالنا راه هو نخدموا للجمهور ويضحكوا ويعجبوا الحال. ودابا انتي تشوفيني انا وبيبي وتتقولي امتى تزوج، بغيتي تخلق لي مشكل مع فاتي دخلنا عليك قبل وطويله، ماشي حتى واحده خسر اللي نقدر زعما نهضر مع دغيا. هو الزواج الزواج ماشي بحال 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 شي بروجي ولا مشروع فني ولا زواج، راه تيبغي زعما فريمون بنادم يتبت ويعرف راسو فين يحط رجليه وفين غيخطوي، باش حيت حنا تنعيشوا في واحد الدومين صعيب. دوك هاد بنت الناس ان شاء الله اللي غادي يكتب لي انني نتزوج معاها ونكمل معاها حياتي وتكمل معايا حياتها، ما بغيتش نكرفصها، ما بغيتها زعما تنكون موجود 100%، بغيت نسالي على هادشي ونوصل داكشي اللي نرتاح داخليا، هو نقول بانه الحمد لله راه غاديين بخير خدامين، داكشي اللي خصو يتقاد تقاد، دابا حيت نكون حيت عليا كلشي باش نتفرغ لمولات الدار. تكون مولات الدار ما عرفتش تكون، اولا ما تكونش طويله عليا باش نكونوا فاهمين، ما نبغيش انا شي وحده تكون طويله عليا وداكشي، لا خصها تكون قصيره فهمتيني، باش انا فهمتيني ما تحقرنيش عانيت مع فاتي. دونك انا ما عنديش مواصفات، انا معروف ديما تنقول ما عنديش مع الفريع، ما تنبغيش الفريع المراه فينك الو حكاجي كذا، لا خصك علاش هادي ما شي ما خدامش شي تيهرس لو كوبل، ما بغيت فوالا هذا ما كان زعما ما عنديش شي مواصفات سبيسيال من غير انه تكون راحت البال. كلمه اخيره الجمهور ديال لو 360، شكرا لكم بزاف، وشكرا لو 360 اللي ديما متبعنا ومساندنا وفين ما مشينا تيجي عندنا، شكرا لكم بزاف، وتابعوا الجديد ديالنا دائما وابدا على لو 360. جو فو لوف تو الموند.